بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة، عندما تنحصر كل الآمال في الفوز على الأهلي. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، عندما كل الأمال تكون فقط أنك تكسب الأهلي. الله يمسيك بالخير يا مانويل. مانويل جوزيه ما فكركش بحاجه كلام. مانويل جوزيه كان اليوم كل عبقريه، قال لك المفروض في مصر يعملوا دو بطوله او كاس للفوز او التعادل مع الاهلي. اللي ياخدها يبقى خلاص اضيت كده وسيب الناس تنافس على البطوله. ما علينا، خلينا نخش في الجد. عندك ايه الجد؟ مهم جدا، وهذه ابرز ما لدينا من عناوين. مقالي ومقاله، رسالة من العالم الآخر. الغربال، اسبق الأهلي لكن ما تشنكلهوش. بعظمة لسانه، احمدوا ربنا الفار اتأخر. أسرار الملك، من يكسر المليون. وفي الشموع الحمراء، عزيز عزة باشا. وأخيرا في مجلاتنا، من 40 سنة والحال من بعضه. ده أبرز عناوين فقرات الحلقة النهاردة، إن شاء الله تستمتعوا بيها. لكن خلينا نكون في البداية مقالي ومقاله، رسالة من العالم الآخر. رسالة مهمة جدا، اعتقد تسمعوها من صاحبها اللي غادرنا من كام، من 14 سنه تقريبا. 14 سنه النهارده بتحل ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب، لكن ذكراه الطيبه، سمعته، قيمته عند الناس، صورته عند كل الجماهير المحبه، خلتنا نفتكر رسالته التي بدت اليوم وكانها جايه فعلا من العالم الاخر. وعدت النادي الاهلي ان انا ابقى موجود. انت خلاص وعد قرار الاهلي ومصمم. والوعد، وما اقدرش انا اخلف وعدي مع النادي الاهلي، لان دي مساله مستحيله. كلام جميل. ان انا اوعد النادي الاهلي بحاجه واخلفها، لان النادي الاهلي ما وعدنيش بحاجه واخلفها. وعدت النادي الاهلي ان انا ابقى موجود. انت خلاص وعد قرار الاهلي ومصمم. والوعد، وما اقدرش انا اخلف وعدي مع النادي الاهلي، لان دي مساله مستحيله. كلام جميل. ان انا اوعد النادي الاهلي بحاجه واخلفها، لان النادي الاهلي ما وعدنيش بحاجه واخلفها. وعدت النادي الاهلي ان انا ابقى موجود. انت خلاص وعد قرار الاهلي ومصمم. والوعد، وما اقدرش انا اخلف وعدي مع النادي الاهلي، لان دي مساله مستحيله. كلام جميل. ان انا اوعد النادي الاهلي بحاجه واخلفها، لان النادي الاهلي ما وعدنيش بحاجه واخلفها. رحمة الله عليه محمد عبد الوهاب. الحقيقة هو الكلام ده مش بيتقال عشان قدام الشاشة. هو كان يعني متشبع بهذه الفكرة ألا يخلف وعده. واليوم الصعب جدا علينا كلنا يوم ما توفى، كنت أنا مكلف بمهمة هي كانت الأصعب في هذا اليوم، إن أنا والدته الله يديها الصحة وهي جاية، هو وخاله محمود في الطريق، اتبلغوا انه هو يعني تعبان وفي المستشفى، وكان علي الجنازة الله يرحمه. كان علي ان انا ابلغها بحقيقة الموقف. حدفوها علي طبعا، انا في المستشفى رحت، فالمستشفى ناديت لي وبتديني المتعلقات بتاعته، ففوجئت. هو كان قبليها انا يعني كنت تقريبا لمدة 5-6 أيام معاه من باستمرار، عشان كان ده وقت تجديد العقد بتاعه. أيوه. وقت تجديد العقد. أيوه. فكان خاله محمود، هو كان بيقول عليه خاله، الله أعلم علاقته بيه، بس هو زي مدير أعماله، هو المسؤول عنه يعني. فكنا مع بعض على طول، هو ما كانش بيتكلم خالص، ولا له طلبات ولا له صوت. أنا فوجئت إن الشيك اللي واخده بقاله 5 أيام ما زال في المحفظة بتاعته بتاع التجديد. لم يهرول لتحويله أو وضعه في الحساب، أو الموضوع كان بالنسبة له أنا جددت مع الأهلي. خلاص. وده اللي أنا عايز أقوله بمناسبة هذا الموقف، وأنت قلت رسالة من العالم الآخر. هو قال لا أستطيع أن أخلف وعدي مع النادي الأهلي. أنا عايز أقول لهم يا جماعة المسألة الحاجة والدته ربنا يديها الصحة، ربنا يديها الصحة. اللي بيتاجروا
بتجري دلوقتي بعض الناس للاسف الشديد. ايه 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 ده؟ ايه القسوه دي؟ بيتجروا ها بذكرى محمد عبد الوهاب ويدعوا ان ما حدش بيسال عليها وعليه. فهي ردت حتى، لكن ما علينا. هي القصه انا بالنسبه لي الموضوع لكل نجوم النادي الاهلي الذين يتصورون المساله مساله تجديد واموال ومفاوضات واحتراف. انتم مدركين ان انتم كل تصرف بتعملوه يا بتسعدوا يا بتخيبوا امال حوالي 50-60 مليون مواطن في مصر. دي قيمتها ايه عندكم؟ فكروا فيها صح. فكروا فيها صح. الكلمه اللي قالها محمد عبد الوهاب الله يرحمه رساله من العالم الاخر لنجوم الكره اليومين دول، اللي المهندس عدلي بيقول فكروا فيها صح. محمد عبد الوهاب عليه رحمه الله رحل عن دنيانا بكل ما فيها من 14 سنه. بس لما تشوف حجم التعلق بين حتى الشباب الصغير بيه على السوشيال ميديا، حجم اهتمام الناس، انا بيكلموني الاصدقاء الاهلاويه في غزه على خالد واسامه عمر وكل الاهلاويه في كل مكان حريصين على احياء ذكرى محمد عبد الوهاب. ناس ممكن تكون حتى شباب صغير في العشرينات ما شافش محمد عبد الوهاب اللي رحل من 14 سنه وهو بيلعب. بس انتم متخيلين لحن الوفاء الخالد مستمر عامل ازاي؟ مستمر. شايفين محمد عبد الوهاب كاسم وذكرى ومعنى عند الشباب الصغير وعند جماهير الاهلي عامله ازاي؟ لمجرد انه بدلوا الاخلاص بالوفاء. هو الراجل اخلص كل الاخلاص والتزم بكل الالتزام ومات في الاهلي، عاش ومات وهو بيموت في الاهلي، فربنا اختار له هذه الخاتمه وهذه النهايه انه بيأدي عمله يتحول الى ايقونه عشان يبعت ليكم هذه الرساله. الدنيا دي متفاته بكل متاحها وبكل ما فيها بكل ارقامها وكل ارصدتها اللي شغلاكم متسابه، بس بتفضل الذكرى وبيفضل دايما وابدا. يا استاذ ابراهيم ايه انت مدرك ان كل نجم في الاهلي او في الانديه الشعبيه بحجم شعبيتها بيخش بيوت الناس دي معاهم، كل تصرف بيعمله هذا النجم بيؤثر على المود والمزاج العام لاسر ولمواطنين عشرات الملايين في حاله الاهلي. فالناس ما تاخدهاش بالبساطه دي، انك انت حقي طبعا حقك وحريتك، لكن قدامها ايه؟ احنا بنشيل هم كمسؤولين كل الملايين دي في كل تصرف بنحاول نعمله، عايشين هذا الهم. تمام. محمد عبد الوهاب الله يرحمه ولد في اول اكتوبر 83، مواليد 83. ما بدأش للاخوه اللي بقى لبنت ابن النادي واحنا اولاد النادي وابناء النادي، شوفوا الراجل بزغ نجمه في الالومنيوم، انتقل الى الظفره الاماراتي معار، ما لعبش وبعد كده الاهلي استعاره وبعد كده الاهلي اشتراه. لكن في النهايه انتم متخيلين شاب صعيدي ما بدأش في ناشئين الاهلي ولا غيره، بس فضل لغايه اخر لحظه عنده كل هذا الحب. عرضت عليه اغراءات كتيره جدا من النادي الاماراتي، ما سالش لعابه ابدا للاغراء، فضل هذا الشاب الصعيدي الجدع المخلص النقي الراجل اللي قال كلمه وخلاص. الاهلي ما خلفش معايا ميعاد فعمري يا كابتن شوبير ما هخلف معاه ميعاد، قالها ورحل. وزي ما بقول لكم المهندس عدلي فضل الشيك بتاع النادي الاهلي في جيبه لغايه لما توفاه الله. دي رسالة، دي رسالة صدقوني. شوفوا حجم التعلق بيه وحجم التقدير ليه وحجم احترام كل الأجيال ليه وحرصها على أنها تحيي ذكراه وتترحم عليه وتتذكر حياته. ده لحن الوفاء الخالد محمد عبد الوهاب. انتبهوا أرجوكوا، الدنيا مش كده خالص. شايفين حجم العطاء والإخلاص وقيمة الوفاء عند كل الجماهير لهذا النجم رحمه الله رحمة واسعة. يعني موفق انت في العنوان بتاع الفقرة رسالة من العالم الآخر، وأرجو انها تكون يعني رسالة الناس استوعبت معناها.
كانت رسالة مهمة جدا، نتمنى ان الكل يعيها ويتعلمها بدل كل هذه الصراعات وكل هذه المشاكل. ده كان ابرز مقالي ومقاله، ولكن هناك كلام مهم في الغربال. في الغربال اسبق الاهلي لكن ما تشنكلهوش. الدنيا كلام واضح، هنقول لكم بعض المحتوى اللي نشر على الاهلي اليومين اللي فاتوا، ومن خلاله هتشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. الاهلي يغري لاعبيه ب 12 مليون جنيه لحسم الدرع في الست جولات المقبله، لكن بعد التخطي المصري بثنائيه، فايلر بيقول لك من ينتظر فوز الاهلي باستمرار عليه لعب البلاي ستيشن. وعنوان اخر اعاده نظر في الاهلي، الاداره تطالب الخواجه بالتراجع عن المهاجم السوبر والتخطيط تحتفل مع بادجي. وكمان الاهلي يقترب من مهاجم افريقي سوبر بعد ما تراجع، وتجميد مفاوضات تراوري. وبعد كده الاهلي يتراجع عن الاطاحه بالسنغالي اليوباجي. هو يعني كان فكر في الاطاحه يعني حاجه غريبه جدا. والاهلي يرمم صفوفه استعدادا للموسم القادم. الكعب المغربي محمد ابراهيم كريم فؤاد على رادار فايرا. والاهلي يدرس تجاهل رغبه فايلر. ما هو كان لسه على راداره. الاهلي بيدرس تجاهل، مش هنبص لفايلر واللي عايزه، واتجاه في المجلس بعوده ازار وصلاح. لكن برضو الاهلي يجهز الكروت الحمراء، ست لاعبين خارج الاحمر بقرار الاداره، ورصاصات الرحمه ثمن الاتصالات السريه والاعلام بعد افريقيا. وايضا الاهلي يفاوض كريم طارق، ويبدا تمديد عقد السوليه 3 مواسم، واللاعب يغيب 20 يوما بسبب الاصابه. وكمان عن الاصابه، بانضمام السوليه ومعلول للقائمه، الاصابات لعنه في الاهلي. وعنوان تاني، فايلر بقى بيهاجم مين؟ بيهاجم معلول واجاييه وديانج، وبيهددهم بالاستبعاد من تشكيل الاهلي. بس تاني يوم في مباراه المصري كان معلول واجاييه اساسيين، وقالوا ديانج كان موقوف علشان الانذارين او الطرد. حاجات كتيره نقف عندها يا باشمهندس لبعض الوقت. هو الاهلي بس اللي هيلعب السنه الجايه؟ يعني الناس من دلوقتي، وعشان كده خدوا بالكم من ضرب استقرار الفرقه ومن اثاره المشاكل بين اللعيبه. شايفين كل موقع او كل جرنان قال ايه؟ في 6 هيمشوا وبفرمان، مع انه الموسم شغال والموسم بعد المنتصف بشويه، ولسه في مشوار في افريقيا ومحدش عارف الدنيا ماشيه ازاي. لكن تحدد ان 6 لعيبه خلاص خدوا الكارت الاحمر من الاهلي، مره فايلر هيفرض موقفه ومره فايلر هيتم تجاهل رغباته، وكلام عكس بعضه. بص يا استاذ ابراهيم، في الاعلام الناس معنيه بحاجتين، الخبر وما وراء الخبر. ايوه خلاص؟ ايوه. كل اللي فات ده مفيش اخبار. يبقى مفيش ما وراء الخبر. مش كده؟ يبقى احنا دلوقتي مقصود ايه؟ الشوشره ووضع الجماهير في حاله توتر وعلى سلك مشدود، سواء في علاقتها مع الاجهزه الفنيه او علاقتها مع النادي ككل. يعني لما ديانج ياخد اجازه ويطلع ويقول لك ده هيرد الباسبور، فيعمل رساله ويقول لهم انا يعني انت متصور انه حاطط الناس كلها في ايه؟ اللي كتب هذا الخبر وهو يعلم انه غير حقيقي. ايوه. فانت دلوقتي والله انا يعني بس لو الجمهور يساعدنا، جمهور الاهلي تحديدا، لن نلقي بالا الى مثل هذه المانشيتات ولا الاخبار، لان المقصود منها شنكله الاهلي زي ما انت بتقول. يعني اللي انت المقال الرائع اللي هتقراه لنا بتفكرني، بيقول لك ايه؟ اسبق الاهلي بس ما تشنكلوش. كان في 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 في, في الدوره الاولمبيه واحده اسمها حاجه باد، زيتا باد، ريدا باد، وكانت ميري حاجه، ميري برضو
إنجليزية هي البطلة العالم. فكان في الدورة الأولمبية ميري دي بتجري وبض دي كعبلت فيها، ميري وقعت، بض كسبت، العالم كله كله يعني قاعد ينتقد في بض كما لو كانت عيطت وقالت أنا ما قصدتش إن أنا شنكلها. أوه. بس ما كانت ما كان ممكن أن تفوز عليها لولا إنها شنكلت. فهو ده المشهد العام، ده المشهد العام، وده اللي قاله كابتن خطيب على فكرة. أنتوا عايزين تشنكلونا ليه؟ ايوه خليكم في حالكم بافشال الاهلي وعرقلته، افشال الاهلي مش لانك تفرح. زي ما بقول لك كده، ها حتى في السوق تبص تلاقي اتنين سوبر ماركت ولا اتنين فكهنيه، واحد عمال يكسب والتاني يعني بيحرقوا الاسعار عشان يخسروا سوا. يعني مش ان هو عايز يكسب زيه فيشوف بيعمل ايه ويجود عليه. هم حدش بيجود عليك لانه ما يعرفوش يجودوا على الاهلي. وصل ان الفوز على الاهلي بقى بطوله. صحيح. بصوا قيمه الاهلي من بره بقى، شوفوا الناس بره مصر حتى بين الاشقاء العرب صوره الاهلي وقيمه الاهلي عندهم عامله ازاي. حفيظ دراجي المعلق المغربي الشهير اللي اعتقد ناس كتيره جدا بتحبه وبتحب مدرسته في التعليق على المباريات، يلا كوره موقع يلا كوره عمل معاه حوار فبيسالوه من ضمن الحاجات، انت أثناء وجودك في مصر أثناء بطولة كأس الأمم زرت النادي الأهلي، إيه انطباعاتك؟ اللي سأله موقع مش موقع النادي الأهلي. حفيظ دراجي بيقول إيه؟ لما سئل خلال تواجدك في مصر كانت لديك زيارة للنادي الأهلي، تعليقك إيه؟ قال زيارة لن أنساها طوال حياتي، لم أكن أتوقع تلك الحفاوة، كنت أريد اكتشاف هذا الكيان، كانت لدي فكرة زيارتي دي لقطات من هذه الزيارة. كانت لدي فكرة، زيارتي للنادي الأهلي جاءت في ظروف رائعة بسبب فوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية، رأيت أشياء سأحتفظ بها في نفسي وتأكدت أن الأهلي ليس مثل الأندية الأخرى، هذا ما رأيته خلال زيارتي، سأسعد بزيارة أخرى والأهلي لديه معزة كبيرة في قلبي مثل باقي الجماهير عشاق الكرة والمتعة لأنهم عشاق الأصالة. ده حفيظ دراجي عن الأهلي وقيمته، عشان تشوفوا لما بنقول لكم الأهلي أكثر من مجرد نادي، تعرفوا قيمة الأهلي كواحد من أهم مكونات القوة الناعمة المصرية صورته إزاي بره. وهي دي المشكلة. دي المشكلة اللي هي تؤرق البعض. طب هيعملوا إيه؟ ما هو ممكن يكسبك بس هيخلي الناس تتكلم عليك كده ازاي؟ بلاش ممكن تخلي الناس تتكلم عليك على فكره. المال يعمل اي حاجه والعلاقات تعمل اي حاجه، لكن القناعه، الناس دي بتتكلم متطوعه ومش عندنا ولا في المنابر الاهلي بره، ده بره وبدون مناسبه تلاقي ربنا يرزقك بحاجه حلوه كده. لكن انت رحت فاتح موضوع ما غربالك مليان حاجات. ايه الشنكله؟ بصوا الشنكله بقى. الكاتب الصحفي الرائع عصام السباعي، ده مدير تحرير الأخبار، كتب يوميات الأخبار من كام يوم، يوميات الأخبار في الصفحة الأخيرة بعنوان اسبق الأهلي ما تشنكلهوش. وقال عصام السباعي في هذه المقالة أو في هذا الجزء من اليوميات، يا سادة اسبقوا الأهلي فالطريق مفتوح أمام الجميع، صحيح، ولكن لا تشنكلوه بالمال المشبوه والمسرحيات والإشاعات وبرش التراب على تاريخها الذي هو جزء من تاريخ مصر وقوتها الناعمة. الرياضة منافسة شريفة، نصر وهزيمة، وصناعة لها قواعد وأصول، وتقوم على اللعب النظيف داخل وخارج الملعب. ويوما ما في الموسم الماضي قال المهندس عادل القيعي أحد رواد تلك الصناعة في مصر، والكلام للأستاذ عصام السباعي، قال حسم الدوري لن يتم في الملعب، وكان معاه حق، فما كان يحدث يؤكد أن عناصر الحسم والتأثير خارج الملعب تتوجه وتتركز على عدة مستويات ولمجموعة أهداف من أجل عرقلة الأهلي. ومن هنا كانت القيمة التاريخية الكبيرة لفوزه بدرع الدوري في ذلك الموسم، وهو النجاح الذي ستظهر أبعاده الحقيقية سواء تجاه النادي أو الخطيب ومجلس إدارته فيما بعد، ربما خلال سنة
اثنتين وربما بعد عقود. وأعتقد أن كل المطلوب منهم أن يقولوا نعم لشيء ما أو لعرض ما، ولما كانت الإجابة حتى الآن هي لا فسوف تستمر الكعبلة حتى يتغير ذلك المجلس ويأتي من يقول تلك النعم. وكلامي ليس إغراقا في نظريات المؤامرة، ده العصام السباعي، ويؤكده ما يحدث حتى الآن من تجاوزات وتنمر وحملات كراهية وتكريه في الخطيب، وكذلك لعب بالمال العابر للحدود. ولا يمكن أن يستمر الأمر هكذا وأصحاب الشأن يتفرجون مع تجاهل كامل للقانون وقواعده الأخلاقية سواء الأولمبية أو تلك التي وضعها الفيفا، وتسقط معه أوراق شرف اللعبة ورقة ورقة حتى كادت تصبح عارية، وتأتي الضربات من كل الاتجاهات، وأكثرها وجعا هو صمت الاتحاد المنظم للعبة ولجنة انضباطه على ما يحدث، وكأنه جاء لمثل ذلك الهدف. بيقول عصام السباعي في مقالاته المهمة: هل يعقل أن يتعرض النادي الأهلي لكل ذلك التشكيك والتشويه في بطولاته وإنجازاته لدرجة اتهامه بالرشوة والسرقة والسحر والشعوذة واللعب غير النظيف؟ هل يعقل أن يتعرض رئيس النادي ومجلس إدارته لاتهامات في العرض والشرف والأهل، وعندما يشكو الأهلي رسميا يبتلع المعنيون شرفهم ويخونون أمانتهم سواء في الاتحاد السابق أو اللجنة الحالية، ويضعون الشكاوي في الدرج وتتم محاصرة الأهلي باتهامات ظالمة، وكذلك إسباغ الحماية على أحد الأندية فيرتع بين لاعبي كل الفرق وينفق الملايين التي لا نعرف حجمها ولا أحد يعرف بالطبع إيراداته ولا مصروفاته، رغم أنه مطالب بالإعلان عنها مثل أي شركة صغيرة تعمل في السوق المصري. وأعتقد أنه لولا الانضباط المؤسسي في النادي الأهلي لسقط أو رضخ منذ اللحظة الأولى. وأتذكر هنا عنوانا مبدعا لأحد مقالات هويدا حافظ الكاتبة الصحفية والمدربة الدولية لصحافة الطفل، يلخص الحال لتلك المشكلة ولكن بشرط وجود مناخ رياضي صحي سليم، والعنوان هو: اسبقني ما تشنكلنيش. ويا سادة اسبقوا الأهلي، فالطريق مفتوح أمام الجميع ولكن لا تشنكلوه بالمال المشبوه والمسرحيات والإشاعات. يعني هو أهم حاجة اسبقني ما تشنكلنيش. هو يعني سرد تفاصيل كتير هو رصدها، لكن ما يعني خلينا نتنافس. اتفضل. وهو جمال الرياضة في انك تتنافس، بس كمان قبح الرياضة ها في انك انت تترصد. والفرق بين المنافسة والترصد انك انت قاعد ما بتفكرش في نفسك، بتفكر فيا طول النهار، تتحدث عن النادي الأهلي ولا تلتفت الى ما يحدث عندك. دي اهم حاجة. لكن في شوية حاجات كده يا استاذ ابراهيم، يعني الأهلي مشغول بنفسه برضو، دي مقالة تانية. الأستاذ سليمان إناوي رئيس تحرير أخبار اليوم السابق كتب في الأخبار مقالته بعنوان الأهلي مشغول بنفسه، وبيقول إن حسنا يفعل النادي الأهلي حاليا إنه كل مشاغله بنفسه وتركيزه على إنجازه وعلى إسعاد أعضائه وجمهوره، لدرجة إنه أصبح للأهلي زي ما بيقول الأستاذ سليمان إناوي: انشغل الأهلي بإسعاد أعضائه وجماهيره فشيد ثلاثة مقار، والرابع في الطريق بجانب مرسى على ضفاف النيل وآخر في مرسى مطروح، فحيثما تولي وجهك شطر أي الجهات الأربع بالقاهرة الكبرى ستجد فرعا للنادي الأهلي: الجزيرة لخدمة وسط وغرب وجنوب القاهرة، ومدينة نصر لسكان شرق العاصمة وشمالها، والشيخ زايد لخدمة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة، والتجمع الخامس تحت الإنشاء لخدمة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، كما أصبح للأهلي استاد باسمه بعد تعاقده على الاستحواذ مع استاد السلام لمدة 9 أعوام، أو بناء الاستاد الخاص به أيهما أقرب، إضافة إلى الفرع الجديد للنادي بالأقصر أو
الذي ستعقبه فروع أخرى تغطي أجزاء كبيرة من المليون كيلو متر مساحة مصر، كل ذلك بالإضافة إلى المصيف الدائم في مرسى مطروح. ولم يهتم مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطير بكرة القدم فقط التي يحقق فيها أكثر البطولات سواء الدوري أو الكاس أو أفريقيا، ولكن وصل إلى أن يكون الأهلي على رأس أندية العالم بهذا الإنجاز الكبير وبعدد 41 بطولة. طيب عندنا رصد بالمناسبة، يعني قال لك لم يهتم بكرة القدم فقط، لأن حقق إنجازات في أخرى، في أخرى دي عايزين نتكلم عن ده، لأن الأسبوع الماضي ده كان تصافي تقريبا النادي الأهلي ما دخلش بطولة فيه على مستوى الناشئين في الألعاب الأخرى إلا وحصدها. الورقة كانت قدامي دلوقتي هنا، بصوا بطولات الأهلي هذا الأسبوع اللي المهندس عدلي بيقول لك عليها. ما شاء الله، يعني كل التحية للنشاط الرياضي ولكل أسرة هذا النشاط الكبير في كل الألعاب. في كرة الطائرة 19 سنة شباب نهائي الجمهورية، الأهلي بيفوز على سموحة 3-0 ويتوج بطلا للجمهورية. شباب الجمهورية 20 سنة 19 سنة في الكرة الطائرة، في الكرة الطائرة الأهلي بطل الدوري. 18 سنة سلة للأهلي بيفوز ببطولة الجمهورية بعد التفوق على الزمالك في مباراة فاصلة. يجي الزمالك يلعب الأهلي كمان في كرة اليد 2002، فالأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بطلا للجمهورية في كرة اليد. يروح فريق السلة 18 سنة ناشئات، الأهلي بطل الجمهورية. 20 سنة ناشئين كرة سلة، الأهلي بطل الجمهورية. بطولة 2000 الأهلي والزمالك، الأهلي بيفوز على الزمالك في بطولة 2000 ويحصل على المركز الأول في كأس مصر بنتيجة 30-25. كرة اليد دي النهاردة 30-25. تحت 16 سنة ناشئات كرة الطايرة، الأهلي بيفوز ببطولة الجمهورية بعد ما كسب سموحة 3-0. يعني ما شاء الله على مستوى الناشئين والشباب في نتائج كرة السلة. ناشئين وناشئات يكاد يكون الأمر اكتساح. أيوة. وده دليل على أنك أنت حتى في كل الألعاب وفي كرة الطايرة وفي كرة اليد يكاد يكون اكتساح. إذن أنت مهتم بقواعد الألعاب الجماعية. الألعاب الفردية يكاد يكون ما فيهاش منافسة، سواء التنس، تنس الطاولة أو الجمباز والكاراتيه، عندك يعني مستويات دولية أيضا، ألعاب القوة حدث ولا حرج. لكن في كرة السلة أستاذ إبراهيم، وده جديد لازم الناس تتنبه للنقطة دي، أنت لعب فاينل كاس مصر مع الاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري عنده فرقة مرعبة، وانت ما كنتش بتوصل للنهائيات دي بسهوله كل مره. انت لعبت الفاينل، وبعدين تيجي في دوري السوبر او المحترفين اللي هو من بيست اوف فايف، خمس ماتشات، تغلب الجزيره وبرضه هتلعب خمس ماتشات على اللقب مع الاتحاد السكندري. اذا انت بتلعب اتنين فاينل وبتنافس، انت مش وان سايد جيم زي ما، لا ده انت بتنافس. أعتقد أن صورة الألعاب بتوضح المجهود الذي بذل فيها بخلاف كرة القدم، وده اللي خلى كمان الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير الأستاذ حمدي رزق في مصر اليوم بيقول ليس دفاعا عن الخطيب. وأقول لكم جملتين من مقالته الرائعة، بيقول حمدي رزق: التنكيت والتبكيت على الخطيب ومجلسه دخل في مساحات ممجوجة، ليس هكذا يعامل الكبار، والأهلي كبير ومجلسه يعبر عن قيمة الكيان، والكيان قائم على أعمدة راسخة، عمودها الرئيسي جمهور الأهلي العظيم، سر المكان التي حفرت للأهلي اسمه بين الأندية العالمية. ويستمر حمدي رزق في الحديث عن قيمة الأهلي وعن دبلوماسية محمود الخطيب الهادئة ورفضه دائما وأبدا الرد على كل ما يناله من تجاوزات وتطاولات.
ده كان أبرز ما لدينا في الغربال. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كتيرة هتتمسك من عظمة لسانها. أهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم. وصلنا إلى كلام مهم بعظمة لسانه. احمدوا ربنا الفار اتأخر. كلام مهم جدا بعظمة لسانه، لكن خلينا نقول انه بمجرد الحلقة بتاعت الاسبوع اللي فات والمهندس عدلي القيعي كان له تعليق على شيء ما في المقدمة، طلع الدكتور مدحت العدل. الاول هقول لكم الدكتور مدحت العدل هو راجل كاتب سيناريست، وطبعا من ابناء العدل جروب، شركة الانتاج السينمائي الكبيرة، وواحد محسوب على زمرة المثقفين، حد رأيه مهم ومتفاعل جدا على السوشيال ميديا بالذات في تويتر. دكتور مدحت علق على ما قاله المهندس عادل القيعي، فقال الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش هيعرفوا فاوست وصاحب أغنية بحبك يا حمار سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية هيعرفه، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. أستاذ إبراهيم، هنشرح دلوقتي، ولا أظن أن الدكتور مدحت العدل يعني مش عارف الحقيقة. هو داخل في سجال وبقاله مدة منشغل أو يبقى على السوشيال ميديا له مكانة. لكن أنا النقطة اللي استوقفتني جدا هو اللي كتب الحلم العربي يتهم هذا الشعب أنه أمة جهلة ضحكت من جهلها الأمم، لمجرد أن يعمل إفيه أو يعمل يخش فيه مسجلة أو مكايدة مع أي حد. طبعا مسألة أن هو كان قال لك ايه طب ما هو فسر المساله شويه، لانه عشان برضو اللي ما تابعناش الحلقه اللي فاتت، المهندس عادل القيعي في البدايه كان قال لك انه اشار الى فاوست وقال لك فاوست الرجل الذي باع نفسه للشيطان. كويس، لا جاب سيره حد ولا محتد. لا ده انا قلت المشهد يذكرني بفاوست الذي باع نفسه للشيطان. واحد رجع شخص كتب الدكتور مدحت العدل اللي انتوا شفتوه ده اللي مثل الجمهور واللي احنا لازم نقف عنده، لانه عنده هو حرص على هذا الفرز الاجتماعي الطبقي الغريب، هنقف عنده بالتاكيد. لكن هو كمان في مداخله له مع احد البرامج حب يشرح ليه قال هذا الكلام اللي اتهم فيه بالتنمر. ليه مدحت العدل او الدكتور مدحت العدل مع حفظ اللقب كتب ما كتب على تويتر، والموضوع تصاعد وصل لمدحت العدل متنمر ورد فعل حضرتك؟ بص يا ببساطه، طلع حد في قناه الاهلي بيتكلم على جمهور الزمالك وبيقول عليه ان هو فاوست. خلاص، فاوست هو الرجل الذي باع نفسه للشيطان. تمام، فرد. انا اسفه يا دكتور ما سمعتش حضرتك، نرفع الصوت يا شباب. بقول لك يعني حد ذكر ان جمهور الزمالك يشبه فاوست، وفاوست للناس اللي ما يعرفوش وهم كثيرون طبعا ما يعرفوش مين فاوست. فاوست جوتا، أسطورة فاوست وأسطورة الرجل الذي باع نفسه للشيطان. كتبها جوتا وكتبها طبعا ما يعرفوش غير القلائل من المثقفين. فرد فلان برضه واحد من الأهلاوية مش عايز أقول اسمه، قال يا عم فاوست مين، أنت فاهم إن كل يعرفوا مين فاوست؟ خلاص على جمهور الزمالك، يبقى انت راجل بتتنمر على جمهور. تمام. فانا رديت قلت له يعني الجمهور اللي منه مجدي يعقوب ونجيب محفوظ واحمد زويل وكبار مثقفين مصر مش عارفين من هو فاوست، واللي عارفه الجمهور اللي منه كذا كذا اللي منه فلان الفلاني بالظبط، فلان اللي غنى كذا. تمام، هي امه ضحكت من جهلها الامه. طيب سمعنا كلام الدكتور مدحت العدل بعظمة لسانه، وهنا أنا عايز أقول له أنت لم تقل الحقيقة. اللي أنت قلته ده كان فيه كذب واضح، لأنه أنت قلت حد طلع في قناة الأهلي قال على جمهور الزمالك أنه الرجل الذي باع نفسه للشيطان وصفا لفاوست جوتا. طيب
انت اخذت الكلام لمنطقه الجمهور عشان يبقى مبرر لسؤال جمهور الاهلي انه ده دفاعا على جمهور الزمالك. هنا ده نوع من التلبيس والتدليس كمان الحقيقه، ان انت لبست حاجه لحاجه ما هياش فيها خالص، لانه اللي حصل اللي اتقال هنا في قناه الاهلي يا دكتور علشان تكون عندك القدر الكافي من الامانه اللي قاله المهندس عادل القيعي احدهم في قناه الاهلي. هنسمعه لك تاني، وهات لي كلمه جمهور الزمالك اللي انت برضو معاك حق تدافع، بس لما يكون حصلت الإساءة وحاجي لك على الفرز الاجتماعي غير الأخلاقي اللي انت استخدمته. بس خليني الأول أفكرك وأفكر كل المشاهدين، هو المهندس عادل القيعي استخدم فاوست إزاي المرة اللي فاتت اللي انت لبستها لجمهور الزمالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. لمن يريد أن يفهم المشهد اسألوا فاوست إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 552 من برنامجكم ملك وكتابة، حلقة الخميس، حلقة فيها كلام كتير جدا. لكن إيه البداية عندما كتب جوتا رائعته الخالدة فاوست يس. الرجل الذي باع نفسه للشيطان لتحقيق مآربه ونجاحاته الشيطان وكأنه يقرأ المشهد الحالي بس. فأنا كده جات لي على بالي وأنا عمال أفكر، مش بقول لكم جاي ناوي على حاجة كبيرة قوي. ده اللي جه على بالي، ده كلام المهندس عدلي. فاوست والرجل الذي باع نفسه للشيطان، وقال لك اللي يتأمل المشهد الرياضي يتذكر كده، قاصدا شخصا بعينه، قاصدا المشهد بعينه. فين جمهور الزمالك في الموضوع؟ فين لفظ جمهور الزمالك اللي انت وديت له الموضوع علشان تستخدم هذا الفرز الاجتماعي غير الاخلاقي؟ استاذ ابراهيم، بس قبل ما تكمل على الفرز، من اخطر التوجهات اللي احنا عايشينها دلوقتي عمليه الاختباء في الجماهير. كل واحد عايز يعمل حاجه يجيب سيره الجمهور او يتملق الجمهور او انه يقول ده الجمهور كذا، وانت بتعتدي على الجمهور عشان يختبئ في الجماهير. خطورة شديدة جدا. أربع على الأقل بالمثقفين اللي أنا أظن أن الدكتور مدحت واحد منهم، صحيح، أحدهم. الدكتور مدحت مثقف المفروض، لأنه راجل مش بس أنه هو بيشتغل في صناعة هايلة زي السينما، لا ده راجل مؤلف وبيعمل حاجات لها قيمتها. ولذلك انا مندهش جدا انه ايه اللي يوديك في الحته اللي خسرك كتير عمرها ما هتكسبك. يعني مثقف جدا، وعلى فكره برضو يمكن مناسبه ان احنا نحاول نعمل وانا قلت جوده وقلت فاوت ضبط مصطلحات شويه. لما اختلفوا في تعريف الثقافه كان الـ 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 التعريف الاعم والاشمل ليها هي سلوك واسلوب حياه. ممكن تلاقي راجل فلاح بسيط جدا عنده ثقافه علامه على قده، مثقف في اسلوبه، في سلوكه، في نمط حياته، في فكره، حتى في الحياه. الثقافه مش اللي انت بترصه ده خالص. الثقافه مش معنى ان انا استخدم ده في تعالي او في فرز اجتماعي ما وابدا اقول الاقح على جمهور تاني انه اللي كان بيحبه ده واحد غنى بحبك يا حمار. ده كلام، الكلام ده شعر فيه الفنان الشعبي الجميل سعد الصغير بنوع من التنمر، فرد على الدكتور مدحت. دكتور مدحت اللي قعد يا جماعه بقول نادي الزمالك، مين اللي بيحييه؟ نجيب محفوظ، عمرو دياب، هاني شاكر. مين اللي بيشجع النادي الاهلي؟ سعد الصغير، تعال بحبك يا حمار. بصوا يا جماعه، الدكتور مدحت بيدرس لنا احنا ك ك ك كفنانين، يقول لنا بص يا سعد، عايز تغني بحبك يا حمار، عايز تغني الكلب الاسد، غنيها جوه فيلم. اذا انت عارف يا دكتور ان اغنيه بحبك يا حمار دي صياغ جوه فيلم، يعني انت اللي بتعلمنا كده. لما انت تطلع بقى وتعايرنا بيها، شادي غنت للحمار، صح يا دكتور؟ استاذ شكوك غنى للحمار رحمه الله عليهم. فدكتور انت كده بتعمل تنمر، عارف ليه بتعمل تنمر؟ لان انت يا دكتور كده بتغلط في الناس الغلابه. ليه؟ هقول لك ليه. دلوقتي الراجل الغلبان بتاع الفول ما يشجعش؟ ما تشجعش.
مين انت اللي شجعت عايرك بيه؟ يلا اللي بتاع الفول بيشجعكم. يا دكتور اللي بتقوله ده؟ انت عايز تعمل فتنه ولا عايز تعمل ايه؟ وبعدين عايز اقول حاجه ليك انت بقى دكتور، انت اصلا ما تعرفش حاجه في الكوره، فانت ما ينفعش تطلع تحلل. سيب الدكتور طه اسماعيل الناس الاعمالكه دي تطلع تحلل، انت راجل بتاع افلام وسيناريست وراجل منتج ومعاك فلوس، مالكش دعوه بالناس الغلابه وما تخبطش في الناس الغلابه. وبعدين حضرتك يا دكتور ما تطلعش تتكلم في الكوره، اطلع اتكلم على الفريق بتاعك بس، مين حلو ومين وحش ودمتم على كده، ما تجيبش سيره النادي الاهلي. يا عم احنا 41 بطوله، انت عارف يعني ايه 41 بطوله؟ وبعدين بقول لك ايه؟ ما تخليك يا دكتور كده علم الناس نعمل افيهات على بعضينا. لو كنت نسيت وانا مش هنسى 6-1 في شمره 5 تروح انت رد عليا باي كده مداعبه كده يا دكتور، ولا ما تعرفش تعمل مداعبه؟ مش احنا بنقفل على بعض؟ طب اقول لك حاجه، نص فرقه الزمالك كلهم انا اللي عامل لهم فرحهم وبيحبوني موت لان عمري ما اغلط فيهم. تيجي نقفل على بعض؟ اعلمك تقفل ازاي؟ هقول لك تقفل ازاي. دي سكينه يا دكتور، بعد الشر عليك، بعد الشر لو عملت عمليه وفتحت هينزل ايه؟ دم يا دكتور طبعا، دم احمر. يعني شوف، طبعا من حق الفنان سعد الصغير انه يرد ويكون مستاء. يعني انا معاه في الجزء الاولاني، ها اللي متفق معاه تماما. الجزء الاخراني بقى دخلنا في شويه المكايده وبتاع اللي انا ماليش فيها، انما انا اللي عايز اقوله هذا لا يعطيك الحق يا دكتور ان تصف الامه ان ضحك من جهلها، ضحكت من جهلها الامم، لان الامه التي تتهمها بالجهل هي التي تعطيك هذه المكانه المتفرده كمثقف وكمؤلف. انا شخصيا كنت واحد من المعجبين بيك. لا انت عندك موهبه وعندك قدره على الصياغه وعندك حاجات كتير، لكن للدرجه دي انت باصص للناس ان ضحكت من جهلها الامم؟ انا مستغرب ازاي يكتب الجمله دي وازاي يقولها وعلى اي اساس. يعني كمان جزئيه مين اهلاوي ومين زملكاوي، لانه الحقيقه في ناس كتيره برضو مشغوله بحته الفرز ده. وهنا هنكرر تاني، النادي الاهلي يا جماعه، النادي الاهلي يا مثقفين، لما نشا في مطلع القرن الماضي اللي انشاه نبلاء هذا الوطن، رجال الحركه الوطنيه المصريه، كبار المثقفين المصريين، رجال الاقتصاد المصري، هي ديت كانت أعمدة تأسيس ونشأة النادي الأهلي اللي نشأ بفكر ورغبة وأحلام هؤلاء النبلاء وصفوة المجتمع، ثم تلقفته العامة، أصبح نادي الشعب، بيحب الوزير وبيحب الغفير، بيحب السفير وبيحب الرجل البسيط، بتحب أم كلثوم وعبد الحليم ويحب سعد الصغير وعبد الباسط حمودة. هو نادي الشعب، هو ده مصر. كل أطيافه، هي دي مصر، كل أطيافه، هو مصر، هو بيلخص مصر الصغيرة. صحيح. ثانيا لو أنا هتكلم، أنا قلت قبل كده الأندية الكبيرة دول المؤسسين، الأندية الكبيرة والكيانات العظيمة زي الأهل وزي الزمالك وزي الاتحاد وزي كل الأندية الشعبية اللي نشأت، هي دي الأندية اللي يفخر الجميع بالانتماء ليها. الاهلي عمره ما يقول انه فخور انه فلان الفلاني اهلاوي، لا، ده كل الفلان والعلان على شانه او عظم هو اللي يفخر انه بيحب النادي الاهلي. وشفت واحد زي حفيظ دراجي في الجزائر قد ايه بيتكلم على الاهلي وقيمه الاهلي واعتزازه بالاهلي. هو ده الكيان العظيم، الكل يفخر بالانتساب اليه والارتباط به، وهكذا يجب ان تكون كل الكيانات الكبيره الجاده. لكن فكره ان انا اتمسح في سين او صاد، لا. وحيثما ان الدكتور مدحت العدل واحد من صناع السينما، بالتاكيد عنده تقدير لعدد كبير من الفنانين، ويا سيدي لو عايز فرز اجتماعي خد عينه من الاهلاويه. اهلاوي بقول لك، صالح سليم تقولي لي زملكاوي؟ اهلاوي اهلاوي. صميم صميم. بنات حضرتك ايه؟ لا أهلاوية طبعا كلهم بالأمر. ايوه احنا عارفين انك زعيم الأهلاوية. ما فيش كورة من غير جمهور.
عليه جدا. صلاح السعداني ايوه عداوي. يعني هو اصل السكور الكبير مع نادي الزمالك ده مساله مهمه جدا. ليه؟ لانه بتبقى اناشيد زي ما خدوا سته رايح خدوا اربعه جاي. اهلاوي؟ يعني الانسان بيتولد اهلاوي اساسا. اهلاوي ولا زمالك؟ لا اهلاوي جدا. اهلاوي عن قناعه. انا اهلاوي. انت اهلاوي؟ واحب الاهلي. انا اهلاوي جدا. صح؟ لا انا اهلاوي مبدئيا. انا اهلاوي. انا اهلاوي. انا اهلاوي. فهيبان انا اهلاوي. انا اهلاويه. انا بصراحه اهلاوي وافتخر. شكلك اهلاوي. جدا. جدا جدا. اوه الاهلي حديث. راجل اهلاوي اتبسطت جدا وهي اهلاويه. انا بشجع الكره الحلوه. يعني بشجع الاهلي. يعني كنت في سته ابتدائي بقى ايام. قلت لهم انا اهلاويه. طبعا هو انا اهلاويه. لا اهلاويه طبعا. انا اهلاوي. انا كنت زملكاوي وبعدين فقدت الامل بقيت اهلاوي. حمراء ام بيضاء؟ بص وانا اهلاوي. الاهلي ولا الزمالك؟ اهلي. اهلي حديد. طبعا اهلي يعني عادي. انتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي. الاهلي ام الزمالك؟ قولي. اهلاويه. اهلاوي جدا والله يا ميدو. زي بقيه الناس كلها. اهلاوي. انا يعني ابقى لوحدي. انا اهلاوي. وانت صغير؟ وانا صغيره طلعت كده اهلاوي. ده صميم. ده العائله كلها اهلاويه. حاجه بتشيط جوزي مني ان انا اهلاويه. العظمة دي كلها يا خطيب يا أبا. دلوقتي محدش يعرف انت اهلاوي ولا زملكاوي. اهلاوي طبعا. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي جدا. اهلاوي جدا كمان. الاهلي. ايوه بقى. طب شو رأيك اسألك سؤال وتكلمني بطريقة الشيخ مصباح؟ انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ايه؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. هنا في روح. في روح في النادي الاهلي. فخور ان انا اهلاوي. انا بقى اهلاويه وبحب الاهلي وماليش في اي فرقه تانيه. يلا. والعيال بقى بتوع ميت عقبه قاعدين وقالوا الواد ده ابن صلاح السعداني ده اهلاوي. يا نهار اسود. والله العظيم انا اتضربت ضرب. انا اهلاويه يعني لظروف كمان وراثيه. يعني انا عمي كابتن ريعو. هو انت اهلاوي يا يوسف؟ انا اهلاوي. ترجعي ايه؟ انا اهلاويه طبعا. برضو اهلاويه. ده ايه الجمال ده؟ رجع اهلاوي صميم جدا. اللي انا بحييهم طبعا بما ان انا اهلاويه يعني صميمه. انا اهلاوي جدا جدا جدا. طبعا القص يتفتح. يعني انا حتى هذكره بالناس اللي هم يعني معاه في مجاله. شاعر الكبير جمال بخيت. يعني وغيره وغيره وغيره. وهي العمليه مش حصر طبعا ولا فرز زي ما انت بتقول. انا يعني فكره الفرز. لكن النادي الاهلي ونفخر هو نادي الامير والغفير. الامير والغفير. والصغير والكبير. والصغير والكبير. هو ده النادي الاهلي. هو ده حجم تاثيره في مجتمعه. هي دي رسالته اللي دايما وابدا بتخليه واحد من اهم مكونات القوى الناعمه المصريه. احمدوا ربنا الفار جه متأخر شوية. طبعا لما ظهرت تقنية الفار في الدوري المصري بدأ الجدل كتير بيغير نتائج. امبارح شفنا المقاولين يسجل هدف يتعادل بيه في الجونة، الحكم يلغي الهدف ويرجع يحسب ضربة جزاء بأصل رجعي. فتلاقي تأثير كبير جدا للفار. في جدل حوالين هذا الاستخدام. ده حتى المقاولين كان ليها ضربة جزاء الفار الغائلة. مش بس الغائلة جوه. بالظبط. طلع الأستاذ أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك، وأنا الحقيقة يعني شايف أنه هو حد من الناس الهادية شوية في أدائها، لكن في تقييمه للفار له رأي ربطه مع النادي الأهلي. نشوف الفار اللي اتحاد الكرة وعد بيه أنه يبدأ من بداية الموسم، بدأ في نص الموسم وكان أوريدي النادي الأهلي خلاص يعني خلاص قدر أنه يعمل الفارق اللي احنا بنعرف أنه هو عمله ازاي، الفرق اللي في النقط يعني انت عايز تبدا موسم يا تبداه بفار، ما تجيش بقى بعد لما يبقى الفرق 18 نقطه تقول والله يلا يا جماعه اصل احنا الفار. واسمع علينا، مش عايزين نتكلم في النقطه دي، بس انا بقول لك ان لو ما كانش حصلت الظروف دي كلها كان نادي الزمالك هيبقى بينافس على الدوري على المركز الاول. طب عايز اسالك سؤال مؤكد انت مستعدي له. هو تاخر الفار ظلم مين وافاد مين؟ تأخر الفار. طب هو مين اللي حضر الفار؟ مبدئيا النادي الاهلي
يا كابتن امير اول حد ألح وطلب الفار رسميا يعني في مكاتبات رسميه النادي الاهلي في 3 سبتمبر 2018 يعني من سنتين بالظبط بعد جواب لاتحاد الكوره ايام عهد المهندس هاني بوريده ادي الجواب بيطالبه بيقول له تطبيق تقنيه الفيديو الفار لتحقيق العداله الكامله بين كافه الانديه وان هناك حرصا شديدا على تطبيق مبدا اللعب النظيف وفقا لمبادئ الفيفا وان وسائل التكنولوجيا الحديثه سيتم العمل بها ابتداء من يناير ده اتحاد الكره في اكتوبر 2018 ردا على الاهلي في خطابه 3 سبتمبر 2018 رجع الاهلي بعت لهم تاني في 29 يناير 2019 الاهلي يجدد طلبه للاتحاد وطلب في الخطاب الرسمي الإفادة عن أسباب عدم تطبيق تقنية الفار حتى الآن. فطلع الكابتن عصام عبد الفتاح كان وقتها عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الحكام طلع في 31 يناير يعني بعد جواب الأهلي بيومين قال إنه أقول للنادي الأهلي الذي طلب تطبيق تقنية الفار أن التقنية لن تطبق هذا الموسم لأننا ننتظر وصول الأجهزة ثم تدريب الحكام عليها وبالتالي يمكن العمل بها في الموسم الكروي الجديد. شفتوا الإلحاح في طلب الفار كان من النادي الأهلي ولما كان بيقول في كل جواباته اللي انتوا شفتوها حرصا على تحقيق العدالة بين كل أطراف اللعبة. ده النادي الأهلي اللي يحمد ربنا انه أصله الفار اتأخر خصيصا عشان الأهلي يسبق وبعد ما اطمنوا ان هو سبق وركب وبقى 20 بنت راحوا جايبين الفار. شفتوا الكلام وشفتوا توقيتات الجوابات الرسمية اللي مبعوتة. لكن المهندس عدلي أشار له نقطة مهمة بعد تطبيق تقنية الفار بعد ما سيلفارا فندي ظهر في الملاعب. أنا سألت قبل ما تطبق. هقول لك قبل ما تطبق. قبل ما تطبق إيه اللي حصل بالنسبة للأهلي هذا الموسم قبل ما يظهر الفار؟ الأهلي له ضربة جزاء لرمضان صبحي في مباراة الإنتاج في الدور الأول الحكم كان محمد الصباحي لم يحتسبها وضربة جزاء أخرى للأهلي أمام الإسماعيلي والحكم محمود البنا لم يحتسبها ده بالنسبة للأهلي ضربتين جزاء في مباراتين ما تحسبوش طب بالنسبة للزمالك ضربتين جزاء قدام المقصة للمقصة الحكم محمد عادل ما حسبهمش والزمالك فاز بهدف ضربتين جزاء مش راينا نشوف فيهم راي الكابتن احمد الشناوي علشان نشوف الفار خدم مين بهذا الشكل اديكم شايفين الفار خدم مين الزمالك والمقصه المقصه ضربتين جزاء في عدم وجود الفار نشوف راي الكابتن الشناوي قال لي وقتها هنا طبعا محمود علاء ما فيش شك الدفع واضح ويعني دفع صارخ زي ما بيقولوا دفع اللاعب ويعني ادي واضح هنا بقى لا التدليل انا عايز اقول هنا محمد يعني عنده رؤيه فيجن في فيجن بالنسبه له يعني والخطا واضح ما تقولش مش واضح يعني هو كان هنا ممكن جدا بكل سهوله يحتسب ركله الجزاء وركله الجزاء ما حدش يقدر يعترض عليها حتى الاثنين بتوع الزمالك اللي واقفين شايفين الدفع والحاجات دي كلها لكن هي طبعا اقوى قرار ويعني زي ما بيقولوا خدوا الحكم بعدم الاحتساب لكن الخطا واضح وركله الجزاء واضح هنا الناس تقول لك ده التحام لا ده مش التحام طبيعي لان الكوره كوره لاعب المقصه محمد ابراهيم واخد الكوره قدامه النهارده مين اللي جاي من ورا لاعب الزمالك اللي هو حمدي النقاز النقاز ده دلوقتي الكوره اللي جايه انا كلاعب الكوره بتاعتي عندي الحق والملكيه في اني انا احجز على كورتي واخدها ابقى احجز عليها عشان ما حدش ياخدها مني وده اللي عمله لاعب محمد ابراهيم وبالتالي اكبر حمدي النقاز اللي ارتكب ضده المخالفه وهي مخالفه ان هو حتى عمل حرك جسمه كده فبالتالي ركله الجزاء موجوده والقرار الحكم مش موجود نشوف الحاله طبعا واضحه جدا بص بقى هنا بص حمدي النقاز يعني ايد ودي رجل اهي يعني ايده ورجله يعني قدم ويد يد بتدفع ورجل بتعرق إذا الخطأ موجود وركلة الجزاء واضحة ولكن لم تحتسب. هو أنا ليه سألتك السؤال ده؟ لأن يعني الأستاذ أمير قال لك يعني إحنا لو طبق الفار من أول السنة كان زماننا بننافس على الدوري.
مع ان هو لو طبق الفار من اول السنه، وان كنت شايف ان الفار حتى يعني لما بيطبق الحكام مع الزمالك ما بيسمعوش كلام الفار. ايوه يعني طب ماتش الاهلي فيه ضرب الجزاء وفيه طرد يغيروا نتيجه الماتش لصالح الاهلي مؤكد يعني. ايوه انما هو رايه كده. فاحنا لما بنجيب له الوقائع دي كل دي كام بونت انت حسبتهم دلوقتي؟ ادي 3 بونت ضربتين جزاء قدام المقصه، الزمالك كسب 1-0 فخد 3 بونت اوانطه في غياب الفار بشهاده الكابتن شناوي. ضربتين جزاء منهم النجاز مع محمد ابراهيم اديكم شفتوا كانت واضحه ازاي. لكن كابتن الشناوي هدف غير صحيح للزمالك من ضربه ركنيه كان الحكم محمود البنا، وفاز الزمالك بالهدف غير السليم مش من راينا، من راي كابتن الشناوي. هدف الزمالك الاولاني وانا عايز اقول طبعا فيه انه طبعا هي تسديده والحارس بيعمل التراي، الحكم المكان بتاعه زي انا موقف كده بيقول انه جت في ايده، لكن مع الاعاده التلفزيونيه ما جاتش في ايده خالص، وبالتالي الركنيه احتسبت وافترض انها كانت احتسب ركله مرمى. فطبعا هنا بالشكل ده وجا منها الهدف، هو ده سبب اعتراض لاعب المغرب. وادي 3 نقط، 3 و3 6 نقط في غياب الفار يا كابتن امير. طيب ضربه جزاء لوادي دجله صحيحه 100% والنتيجه 1-1 والحكم محمد معروف قوي، محمد معروف جدا، حكم هذه المباراه وسجل عليه الكابتن ناصر عباس في صدى البلد رايه فيه. هنا في باص معمول العرضي من اللاعب من مدافع مهاجم وادي دجله. الكره هنا الونش طبعا احنا لو شفنا الحاله هنلاقي ان وضع الايد هنا كابتن هاني مش طبيعي خالص للحد. الايد هنا اعلى مستوى الكتف وبالتالي ده مش وضع، وهنا الايد بنقول ان هي كبرت حجم الجسم وبالتالي ركله جزاء واضحه جدا جدا جدا. وعايز اقول ان هي كمان سهله يعني مش هتاخد جدل من اي حد او مش هتختلف فيها مع اي حد. الكره دي بالذات هي اللي لغت جون المقاولين وادت وادت ضربه جزاء للجونه، مع ان الجونه كان واخد ضربه جزاء. يعني جولين بتوع الجونه ضربتي جزاء. وان الفار لغى ضربه جزاء للمقاولين والهدف ورجع عليهم بنالتي، وبعدين لغى لهم الهدف ورجع. اذا الفار عندما يلتزم الحكم براي الفار يكون مؤثر، لكن طبعا الحكم اللي مش اللي عايز يشغل دماغه ويصمم ضيع عمك الشرواتي ده خلاص لو جبت له قط الفرقان ولا فار ولا قط عمنا الكرواتي ده ما يفرقش معاه. احنا كده ايه 9 الفرقان كلها، ادي 9 نقط يا كابتن امير، 9 نقط ده حتى اجماع خبراء التحكيم مش من راينا. حتى يا استاذ ابراهيم في الكونفدراليه الفار ما حسبش الكره اللي قعد فيها الجون على الكوره جوه الجول دي كانت مش يعني في قبل النهائي ما كانش يعني بطوله دي كره بطوله. الحكم التشيكي اللي اعترف انه ماتش السوبر تجاهل ضربه جزاء للاهلي ادت اللقب للزمالك، لو كان الفار ما اعتقدش كانت بقت كده خالص. على ذكر الاهلي والزمالك والراجل الكرواتي لا سامحه الله، الحكم الكرواتي اللي أدار مباراة القمة الأخيرة في وجود الفار حصل إيه؟ ديكوا فاكرين شايفين ضربة الجزاء الواضحة جدا لوليد سليمان اللي الكل أقر بصحتها، يمكن القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا وأوروبا، الحكم الإنجليزي من أوروبا اللي جابوا ميدو على التليفون قالوا لا ضربة جزاء أو الخطأ موجود، مستغرب إزاي الحكم ما حسبش، كان يحسب بره والفار يقول له جوه. ما فيش بره دي راحوا الاسيا جمال الحكم بره ايه؟ الحكم هو احنا نشبك في كلمه بره ايه؟ ده جوه قوي. الله ايه اللي بره فيها؟ نطينا في الهواء ونزلنا احنا الاثنين جوه. لا ومحمود عليا رجليه الاثنين جوه. الله رجليه الاثنين كمعتاد احنا هنقول جمل بس جمال الشريف في اسيا استعان بيه زميلنا حمد الحسيني فساله قال له ازاي دي ما تتحسبش ضربه جزاء؟ انا عارف ازاي دي ما تتحسبش؟ في مصر الافريقيه عشان تكتمل القارات الثلاثه كل خبراء التحكيم
اجمعوا ازاي ده ما يتحسبش. لكن مع الكرواتي مشيت حتى في وجود الفار. الزمالك قدام المصري، الاهلي قدام المصري مؤخرا، عشان بنتكلم على الفار. طب في وجود الفار يا كابتن امير، في عدم وجود الفار الزمالك استفاد 9 نقط، وشفتوهم مش براينا، براي خبراء التحكيم. طب في وجود الفار الاهلي يتذبح في مباراه القمه ذبح مع هذا الكرواتي والفار بتاعه اللي لعب في عبه. يجي كمان الاهلي والمصري، الاهلي والمصري في وجود الفار هدف صحيح جدا للاهلي سجله قالوا باجي، لغاه الحكم واتكلم عنه الكابتن احمد الشناوي. هنيجي بقى للهدف الملغي ده اللي هنا. نعم. في الحاله دي انا عايز بس اقول حاجه، ان النهارده طبعا التسلل مش موجود. نعم. يعني هو ادي باين اهو، ادي احمد الشيخ لحظه لعب الكره من دماغ مروان محسن. التسلل مش موجود. هنيجي بعد كده للالتحام. نعم. هيبان من ورا الجول. انا عايز اقول ان الهدف ده لو احنا المصريين في هدف ما ينساهوش ابدا. شوف بقى هنا مين رايح لمين، نقف بس هنا دي واحده. مروان محسن هو طالع اهو، طالع يلعب الكوره. حارس المرمى هو اللي بيتحرك رايح يشترك. نعم. في لعب الكوره. اللي انا عايز اقوله، مروان محسن لم يرتكب اي مخالفه، ما عملش اي مخالفه، ما عملش اي حاجه. النهارده بيطلع يلعب الكوره، المحارس بيروح عليه. هل ايد مروان هنا دي عادي، ده التحامات عاديه، بالانسنج يعني. بيعمل نفسه توازن وبيطلع، لازم يعمل ايده كده بيلعب كوره في الهواء. هنا بقى الجول، هنا بيلعب اهو الكوره، عايز يلعب الكوره. ده انا عايز، انا جايب الجول ده عشان الناس تفتكر. جول حسام حسن اللي وصلنا كاس عالم. بص، حسام راح قبل الجول. والجول خبط فيه وقع. الجول احتسب. انا ماليش دعوه. انا حق ان انا العب الكوره، انت جاي من ورايا، ماليش دعوه بيك، متالق انت ليه. فطبعا هنا الهدف ده انا برجع الناس للذاكره، ان ان حارس المرمى كونه يقع مش معناه ان المهاجم ارتكب ضده مخالفه، لا. حارس المرمى راح خبط في مروان محسن. والمدافعين وقع وسقط على الارض، والحكم احتسب الفاول. الهدف هدف صحيح طبعا. لم يحتسب. نيجي بعد كده بقى حاله الطرد بتاعه المصري. نشوف الحاله. يعني هنا نشوف اللاعب قريب امين، هو ما طلعش انذار. هنا لازم طرد مباشر. ليه طرد مباشر؟ طبعا. ليه؟ شوف الرجل داخله بيستخدم في قوه يا كابتن، قوه الاندفاع اللي جاي بيها اللاعب، وقدم اللاعب على الارض وداخل فيه بالقوه دي. اذا اللعبه دي اسمها السيريوس فاول بلاي، اللعب العنيف. اللعب العنيف يعني فيه هناك استخدام قوه زائده. فبالتالي هنا ده لابد الطرد مباشر. بغض النظر ان انت بتدي له انذار تاني وبتطرده. لا، انت مش بتجمل الانذار. انا عايز اقول ان خلاص طرد مباشر انت محق فيه. طبعا ليه؟ اللعيب جاي من الدفاع والقوه دي كلها، لكن لو من الثبات وبينزل كده اقول لك انذار، لكن ده جاي وبمنتهى الاندفاع وداخل في قدم اللاعب بالشكل ده. شوف داخل بص استخدام اسفل القدم والحاجات دي وبالقوه وداخل كده، خلاص بقى. الطرد هنا شايف ان هو موجود بنسبه يعني ما مباشر بشكل كبير. يعني زي ما احنا شايفين ان الفار حتى انتقائي. يعني مش كل الاحداث بيتكلم عليه، وفي نفس الوقت قراره غير ملزم. فبرضه الحكم، احنا لو الاهلي خد حقه ما خسر الزمالك، ما كانش خسر ماتش القمة، وكان كسب ماتشات سهلة جدا. وكان ماتش سموحة اللي تعادله. الجون جه من فاول واضح. يعني يعني حتى الفار فاللي عايز يعني يستخدم الفار عشان يعني يغير بيه واقع مش هيعرف، لان بقى الفار ميزته انه بيعتمد على صوره، سواء هو الحكم خد برايه او ما خدش برايه، هو ذكر الواقعه ما ذكرهاش، لكن الصوره بتقول للفار انت عملت لنا ايه في دي؟ ما عملتش حاجه. ناصر عباس او الكابتن ناصر عباس كان رايه في مباراه الاهلي والزمالك وفي وجود الفار وليد سليمان ما اتحسبلوش ضربه جزاء. نشوف دي حاله من الحالات التي اثرت في نتيجه المباراه بشكل كبير جدا جدا جدا. هنتكلم بالقانون ونتكلم بالاعتبارات بتاعتنا ونشوف هنا المخالفه، من الذي نجح في لعب الكره؟ كابتن حلمي. وليد نشوف وليد سليمان.
انا النهارده على محمود ما عندوش قدره على لعب الكره ولا عنده فرصه لعب الكره، ولكن هو عمل ايه؟ هو في ارتقاء هنا طلع فوق وبالتالي ارتكب مخالفه باهمال تستوجب احتساب مخالفه. هذا الخطا لو خارج ركله حره مباشره، لو داخل منطقه الجزاء ركله الجزاء ما فيش فيها كلام. طيب اوكي، انت كان تمركزك 100% كويس جدا جدا، ثم لم تحتسب المخالفه. احنا قلنا الفار احيانا نشوف كده في الحاله ديت، هنشوف الحاله دي هنا هنا. اولا القفز موجود والسند موجود والدفع موجود، جميع اركان المخالفه هنا موجوده، والاحتساب هنا بركله جزاء صحيحه، والحكم هنا مش موجود. ممكن نكملها يا كابتن من اولها لاخرها، نكمل نرجع تاني ونشوف المخالفه. يا كابتن ايمن المخالفه هنا، بص هنا يعني محمود علاء لم ينجح في لعب الكره ولم يلعب الكره، وبالتالي هنا هو هنا القفز والركل والدفع موجود في هذه الحاله المهمه. اللي انا بقول ايه، الفار هنا نجدك، يعني ايه عاوز اقول ايه، ان الفار هنا جابك، حاول يصحح لك الموضوع ده بالظبط كده. السؤال هنا كابتن علاء، هو الفار جابك ليه كابتن محمد؟ طبعا اكيد انا الفار، انا قاعد الفار شفت ان هنا في مخالفه طبعا، ولكن حضرتك رحت على المخالفه والشاشه جابت لك اللقطه اللي هي ما فيش فيها كلام، ركله جزاء يا كابتن مليون في الميه، مفيش نقاش اي فيها حكم طبعا. دي من اسهل ركلات الجزاء كابتن علاء ان الحكم يحسبها، ركله جزاء سهله ما فيش فيها صعوبه تحسبها وانت مش قلقان، وبالتالي هنا انا شايف ان ركله جزاء لم تحتسب. وخلي بالك يا كابتن دي اثرت على نتيجه المباراه، مفيش كلام. بص يا كابتن، ركله جزاء لم تحتسب في نتيجه انت محتاجها كلاعب، احنا بنتكلم بصفه عامه بصرف النظر عن النادي الاهلي او بنتكلم على اي نادي، فركله الجزاء لم تحتسب انت محتاجها، اكيد انت ما بتاخدهاش وبالتالي بتاثر في نتيجه المباراه. هي ضربه جزاء اتفقت عليها كل خبراء التحكيم في القارات الثلاث، ايوه جمال الشريف والحكم الانجليزي وكل خبراء في مصر، كل خبراء الكابتن الشناوي كابتن ناصر كل عثمان. الناس سمير عثمان كلهم. ليه؟ هو اللي عايز يقول بقى ابتدت من بره، ولكنها هو وليد لما زق الكوره مش جري وراها؟ طيب هو وقع فين؟ هو لمس ركب عليه فين؟ وليد لمس الكوره جوه مش بره. لا ركب عليه فين؟ ركب عليه جوه. لا طبعا فمنع. بص من بص اهي منعه من وليد لمس الكوره جوه. ابراهيم بس عشان اكملها، منعه من الوصول الى الكوره جوه. ايوه فما فيش بقى حد يقول لي ابتدت بره. ده انت منعته من الوصول الى الكوره. ايوه انت لما 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 حبيت تحتكي بيه بره هو زق الكوره، فانت رحت راكب عليه. ايوه اذا وفيها قرار اداري. هي مش بس ان هي هتبقى ضربه جزاء، لانك انت لعبه واعده كان هيوصل بيها للجول. فمحدش يقول لي لو الفار، لا يا ريت الفار اتحسب رغم كل عيوبه مع الاهلي، يعني هو هايل جدا مع كل الانديه، بس ما اعرفش ليه مع الاهلي لحد دلوقتي ما بناخدش حقنا منه، رغم ان الاهلي اول من طلب بيه وسعى اليه لاقرار العداله بين كل الانديه. يا ريت الفار كان من اول السنه كنا اتفرجنا بقى صحيح على ترتيب الجدول. 9 نقط يا كابتن امير الزمالك خدهم في غياب الفار باجماع الخبراء، لو كان في فار ما كانش بقى ترتيب الجدول ده دلوقتي خالص. لكن حتى في وجود الفار الاهلي بيلعب مع اسوان له ضربه جزاء ما بتتحسبش، وبيسجل رايه فيها الكابتن سمير عثمان. اما نشوف هنا كان في كره مهمه النهارده في المباراه، اللي هو لعيب النادي الاهلي كان منفرد بمرمى لعيب اسوان، من اول لقطه ممكن تشك انها ركله جزاء، بس اما نيجي نشوفها هنا هتلاقي في اعاقه من حارس المرمى ايديه الشمال، في اعاقه على رجل لعيب النادي الاهلي وهو مندفع، حتى لو لمسه خفيفه وهو مندفع ده عاق اللعبه زي ما احنا شايفين هنا. طبعا لعبه اتلعبت سريعه دي من اول زاويه، جينا نتاكد برضو منها من الزاويه الثانيه، اما نيجي نشوفها برضو هتلاقي ايد الشمال وباينه طبعا من جوانتي الاصفر، في هنا تلامس طبعا مع الرجل اليمنى للاعب النادي الاهلي، طبعا دي افقدت التوازن بتاعه كان لازم هيقع. انا هنا بس طبعا هتبقى بعيد على طارق مجدي، بس انا هنا شايف كان مسؤوليه، هي دي النقطه، مسؤوليه كامله لطبعا حكام الفي ار محمد الصباحي نعم. مصطفى عثمان كانوا ينادوه، هو ممكن يكونوا كلموه قالوا له احنا شايفينها ما فيهاش حاجه، بس يعني لو عملت واجب شويه هتبان. يعني الفار لحد دلوقتي ما بيديش الاهلي حقه، او الناس ما بتلجاش للفار في الحاجات اللي يستحق النادي الاهلي ان لها حقوق واضحه. فيعني هنا على فكره التجربه مبينه حاجتين، الاول خلينا نقول ما يخص الاهلي والزمالك علشان يبقى كشف الحساب مع الفار خلصان. من اول ما اتطبق الفار في الملاعب في الدوري
الاهلي لعب 7 مباريات، فاز في 4، اتعادل في 2، خسر مره، سجل 11 جون ودخل مرماه 5 تجوان. يعني الاهلي لعب 7، فاز 4، تعادل 2، خسر 1. طب والزمالك في وجود الفار؟ كابتن امير مرتضى شايف ان الزمالك لو ما كانش، لو كان الفار بدري كان فرق كتير جدا، وانه الفار خدم الاهلي. لا، الزمالك لعب برضه 7 مباريات في وجود الفار، من المفارقه اتساوى الاهلي والزمالك في كل حاجه. الاهلي الزمالك لعب 7 مباريات، فاز في 4 زي الاهلي، اتعادل مرتين زي الاهلي، خسر مره، بس الزمالك سجل في وجود الفار 8 اهداف، الاهلي سجل 11. ده الفرق الوحيد، لكن قبل الفار في 9 نقط كاملين لازم نتحاسب عليهم. لا واحنا ما خدناش ماتش القمه، ما خدناش حقنا في ماتش القمه، ما خدناش حقنا في ماتش سموحه من الفار. وغير الحالات الكتيره اللي موجوده اللي الزمالك استفاد فيها وما سجلناش راي خبراء التحكيم فيها وكانت واضحه جدا، بس اللي عليه اعترافات من خبراء التحكيم 9 نقط يا كابتن امير. الفار مشكلته الحقيقيه عمليا انه في غرفه الفار بيبقى فيه حكام بينهم وبين حكم الصفاره حاله كده من النفسانه شويه، ودي بتسجل دايما وابدا. حكم الصفاره مش عايز حكم الفار يعلم عليه، ظهرت بين ابراهيم نور الدين والبنا في مباراه الاهلي وحذر منها الصديق العزيز المهندس احمد مجاهد قبل المباراه وقال لك لازم يتم اختيار اطقم متجانسه مع بعضها، لكن حكمين متنافسين مين الاول بعد جهاد جريشه هيبقى الثاني عايز يعلم على الاولاني، فالصفاره مش هيسمع للاولاني، عشان كده يقول له في كارت احمر يروح مكتفي بأصفر. ده رايك ولا راي الاستاذ احمد؟ ده راي احمد مجاهد. قالوا فين يعني؟ كتبها تويتر، كتبها على تويتر، كتبها تويتر قبل المباراه على مسؤوليته، يعني على مسؤوليته انه التنافس بين الحكام بيخلق هذه الحاله، فياريت في اختيار حكام الفار مع حكام الملعب نراعي يا كابتن وجيه حالة التجانس. ده كان كل حاجة عن الفار، لكن كمان بعد الفاصل ميدو وعماد متعب وكلام مهم بعظمة لسانه. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا قبل الفاصل العبرة مش بالفار، العبرة بصاحب الصفارة اللي عنده القرار. امبارح الزمالك بيلعب مع إنبي، في أول دقايق طارق حامد يعمل تاكلينج عنيف جدا مع لاعب انبي يستوجب الطرد المباشر. الفار عمل اللي عليه، نده للحكم، نبهه انه ده يستحق كارت احمر، وحسب البروتوكول اللي قالوا لنا عليه انه بيستدعيه في القرار اللي بيستوجب الطرد استدعاه. لكن الغريبه جدا انه يرجع يدي كارت اصفر مع انه في البدايه ما اداش. هو ده الموقف الغريب جدا. ما هو الفار موجود اهو، كان يطرد طارق حامد من اول الدقايق، ما طردهوش. ده الفار يا حضرات السادة الكرام. طيب، صالح جمعة دخل التشكيل وكان من المفاجآت السارة عند الأهلوية بعد طول غياب جدا، لدرجة أنه بقى ترند لمجرد أنه دخل التشكيل وحس بقيمته عند الجماهير وحس بتعطش الجماهير أنه ياخد فرصته. هو المشكلة دايما في حجم التوقع. فبرضه الجمهور متوقع أنه هيشوف صالح جمعة اللي في ذهنه. لا، محتاجة بعض الوقت، يعني محتاجه بعض الوقت. وده الكلام اللي قاله النجم الكبير عماد متعب عن صالح جمعه. حط نفسك في الملعب وانت اللي هتخرج نفسك بره. صحيح. لازم تبقى انت اللي عايز، لازم تبقى انت اللي موجود، لازم تبقى انت اللي ملتزم، لازم تبقى انت اللي عايز الحته دي. كابتن شوبير صالح لو ركز في الحته دي مش هيخرج منها. لو ركز ان هو لعيب اساسي وجاهز وبيفكر في الكوره مش هيخرج من الحته دي. لأ. انا في جمله بس والله هقولها له، يمكن قلتها قبل كده وكانت بتتقال لنا كل يوم، يعني كابتن حسن حمدي، كابتن طارق السليم الله يرحمه، أيوه. كابتن خطيب في الاجتماعات على طول، اي اجتماع قاعدين هنقول لكم حاجه واحده بس. نعم. انت تقدر تعمل اي حاجه بعد الكوره. نعم. الا انك ترجع تلعب كوره تاني. صحيح. فكنا خلاص احنا حافظينها. نعم. ما عرفتش قيمتها غير لما بطلت. انا نفسي ارجع العب كوره تاني، مش قادر. فيا صالح عندك الحياه كلها، ربنا يديك الصحه بعد ما تبطل. نعم. ركز في الكوره لحد ما تبطل، وبعد ما تبطل عيش حياتك زي ما انت عايز. نعم. لانك لو بطلت هتحس احساس اللي انا حاسه دلوقتي، ان انا نفسي ابقى موجود في الملعب ومش قادر. نصيحه من واحد لسه مبطل بقاله سنتين. يا ابني
ده اكل عيشك، ده رزقك، صحيح. ده مستقبلك. مش هتجيلك فرص ان الناس بتحبك، ناس بتحب حب غير طبيعي. يعني الكلام اللي قاله كابتن عماد صحيح 100%. كل حاجه تقدر تاجلها الا لعب الكوره، لانها مرتبطه بعمر معين. صحيح. وانا مره كتبت في المصار ما كنت بكتب بمناسبه لاعب كان فاز وبرضه كان يهدر الوقت الكثير في انتظامه في الملعب سواء بمشاكل او بحاجات تانية، وقلت له تعليق انا متذكره بياكد على هذا: البنك الوحيد اللي ما تعرفش تحط فيه لكن تصرف منه واللي تصرفه ما تقدرش ترجعه هو بنك الايام، بنك العمر. لما اللي بيعدي مش هتعرف ترجعه، مش هتجيبه تاني. العب طول ما انت قادر تلعب، وبعدين اعمل اللي انت عايزه بعدين. صالح جمعه، ريني فايلر ما عندوش مشكله، احتاج انه صالح جمعه يطبق بعض الحاجات، يتخلص من وزن زياده، يبدا ينسجم مع الفريق، بعض التحركات من الناحيه التكتيكيه، وفي الاخر هيدي له الفرصه وقد كان. لكن ريني فايلر نفسه عرضه للراي المتصادم السريع. فجاه كانت الناس قبل كورونا بتعتبره واحد من اهم الصفقات اللي النادي الاهلي عملها، ثم بعد كده ينال انتقادات عنيفه جدا، وناس بتغير رايها بدرجه 180 درجه. ده مش راينا، ده راي احمد حسام ميدو عن ريني فايلر. نشوف النهارده فايلر اخطا في مباراه تمام، لكن هل الراجل مدرب وحش؟ الكلام ده بيحصل عندنا في مصر يا جماعه، بس ان مباراه تخلي الناس تغير رايها في مدرب 180 درجه. انا طلعت في الاستوديو التحليلي انا وكابتن ضياء وكابتن حسني مع عمر واتكلمنا، قلنا الراجل اخطا، لعب غلط، كان المفروض يشتغل على الخطه دي قبلها في ماتشات قبل كده، لو يلعب 4-3-3 قدام الزمالك، انه لعب بالثلاثيه 6 وديانج، اهو ديانج عدى ناحيه يمين، كان المفروض يبدلهم، الراجل ده هو اللي بيقطع وديانج ما بيعرفش يلعب على قدام، تغييراته غلط، قلنا. بس بنقول كده في ايه؟ في مباراه. لكن الراجل مدرب كويس؟ الراجل مدرب كويس، فايلر مدرب كويس ومنظم وشخصيته كويسه. الناس اللي طلعت بعد الماتش بتقول ان الراجل ما عندوش فكره، هي دي الناس اللي صدقوني ما تضيعوش وقتكم معاهم، دي الناس اللي بتبيع لكم الهوا، ما تضيعوش وقتكم معاهم. اللي يغير رايه في مدرب 180 درجه عشان خاطر 95 دقيقه ولا 97 دقيقه، ما تضيعوش وقتكم معاه. ده راجل معلش اسف بيشتغلكم. ناس بتطلع تقعد في التلفزيون تشتغل، احترامنا للجميع لكن ازاي من 3 ايام تبقى قايل ان فايلر احسن من جوزيه، سمعتها بوداني، وبعد الماتش تقول ان فايلر ما عندوش فكره؟ طب الناس اللي بتتفرج عليك تصدقك ازاي؟ او انت بتروح ازاي يعني انا مش فاهم، بتروح مبسوط؟ انا مش فاهم. ناس محللين وناس كباتن لعب وبتاع، لكن يا جماعه بالعقل، ما هو دلوقتي في سوشيال ميديا وفي شو حاجات اونلاين وحاجات، الناس بتجيب لك الكلام اللي انت قلته، مش زي زمان ايام القناه الثانيه والثالثه الكلام اللي انت قلته مات، كلام ما ماتش، كلام موجود. فالنهارده اللي بيطلع يقول ان فايلر مدرب متواضع، ازاي الراجل نتايجه بتاع راجل مدرب كويس جدا. ده كلام عن ريني فايلر في وجهه نظر ميدو، انه ما يصحش ابدا الناس تغير رايها في حد بين عشيه وضحاها. ايه المساله؟ مش كده خالص، مدرب كبير، في ظروف طبعا، في ظروف اختلفت، في ناس راجعه من كورونا، في مشاكل كتيره، في غيابات، في اصابات. ده كان كلام مهم جدا ناقشناه معاكم بعظمة لسانه، لكن الان هناك الكثير من اسرار الملك. من يكسر المليون؟ ايه حكايه اول لاعب في مصر يدفع فيه مليون جنيه؟ يعني الكابتن رضا شحاته. رضا شحاته طبعا احنا كنا خدنا من المنصوره كابتن ياسر ريان ب 150,000 جنيه، معاه احمد فهم الله يرحمه. لا دي صفقه، انما هو ياسر لوحده 150,000. ودي كانت حاجه فما فيش. جينا ناخد الكابتن رضا شحاته، فجاءني العزيز العنيد الكوير قوي الاستاذ ابراهيم مجاهد رئيس نادي المنصوره، اللي هو ابراهيم مجاهد. ابراهيم مجاهد وقال لي مليون. مليون مليون؟ قلت له يا سياده اللواء مليون ايه يا سياده اللواء؟ قال لي مليون. ده ياسر ريان ب 150,000 كام؟ قال لي ده لعيب فيه مليون. فطبعا مليون، يبقى انا بقى ايه، مش هقدر اتحرك لوحدي، ده مليون، مش جورج قرداحي.
فاستعنت بالصديق مين؟ قلت له رجلك على رجلي ورجلي على رجلك. الكلام ده سنة 2000. سنة 2000. الكابتن الخطيب 20 سنة. أول مرة أقول له لأ نتحرك في الموضوع ده سوا. كان في عائلة أهلوية جامدة جدا، عائلة عبد الدايم. عندهم مصنع في العشر من رمضان بتاع منسوجات وكده. وكان على علاقة بوالد رضا شحات. فكلمونا الصبح ممكن تقولنا في العشر من رمضان والد اللاعب موجود؟ قلت له يا كابتن تيجي معايا اعمل معروف. رحنا قعدنا الصبح للساعة مثلا واحدة مع والده واتكلمنا على كل حاجة وقال رغبته الشديدة. قلت له ما احنا عشان نروح للواء ابراهيم ده عايز مليون، لازم نبقى ضامنين قوي يا رضا. قال لا دي ما فيهاش مناقشة. رجع الكابتن الخطيب قال لي بص عدلي انا هغير هدومي وتغير هدومك خد دش كده عشان عندنا يوم طويل. وراح على ما روح بيتهم ورجع لي كانت الساعه بقت 4 ورحنا على المنصوره وبدات. وانا حكيت لك قصه علبه الكان اللي في الشارع اللي شافها خبطها برجله كده حطها في طارت راح حطيتها في الباسكت بتاع القمامه ده. والمهم وبدا حوار ما فيش هينزل عن المليون شيء ولا جنيه. ولا جنيه. ودفعنا فعلا. وجه رضا بقى قلنا له بعد اذنك يا سياده اللواء انا بقى واخد العود واخد حاجه. قلت له رضا يمضينا دلوقتي كل حاجه قبل ما نكتب الشيك ونمشي. وفعلا كان انا رحت مع كابتن الخطيب مشوارين، رافقني ورافقته في مشوارين، كابتن محمد عبد الله من الاسماعيلي وبالصدفه كان مليون برضه ومحمود شيكو. انت في رحله المليون. فهو الحقيقه يعني كان اول مره كابتن رضا اكثر مليون بس في 6-1 رجع لنا المليون. رجع لنا المليون في 6-1. في 6-1 افتتحها رضا شحاتة الحقيقة. ولغايه دلوقتي رضا شحاتة المدرب العام للجونه لما تسمعوه بيتكلم على الاهلي كل الحب وكل الاحترام وكل الامتنان بفضل الاهلي عليه. رضا شحاتة واحد من اللي تمر فيهم جدا الاهلي. اما الموسم هايل حتى في البطوله الافريقيه وبطوله السوبر الافريقي كان من نجوم المباراه. طيب رضا ابو مليون مواليد 24 يناير 81 جه للاهلي موسم 2000 لعب معاه لغايه 2002 لعب مع الاهلي في الفتره دي 71 مباراه سجل 5 اهداف في الدوري لعب 47 مباراه سجل 5 في كاس مصر لعب 6 مباريات في البطولات الافريقيه لعب 12 مباراه في البطولات العربيه لعب 6 مباريات واحد من اللعيبه اللي كانوا مع الكابتن شوقي غريب في المنتخب الاولمبي اللي خد برونزيه كاس العالم في الارجنتين لكنه بالتاكيد كانت صفقه مهمه جدا كان فيها اسرار اعتقد كسرت المليون وده اللي المهندس عادل قاله ده كان اول لاعب يكسر حاجز المليون واتفتح الباب بعديها. رضا شحاتة صفقه مهمه نتمنى له كل التوفيق كمان لانه مدرب موهوب وواعي. اذا كانت هذه اسرار الملك بعد الفاصل الشموع الحمراء. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كل بطولات الاهلي، شفنا الجداره في تتويجات الاهلي الكثيره، شفنا اشاده كبار الكتاب بالنادي الاهلي، لكن طريق الاهلي الطويل هناك من اضاءاته الكثير. الشموع الحمراء عزيز عزت باشا. اول رئيس للنادي الاهلي. اول رئيس مصري للنادي مصر للنادي الاهلي. بعد ما تشيل انس. وهو في 1900 ده الباشا اللي الناس بتفرز بقى بتوع الفرز بقى جده. بص بقى يعني اول رئيس مصر للنادي الاهلي يكفي ان هو اول سفير لمصر في المملكه البريطانيه. جده كان ناظر الحربيه في عهد محمد علي باشا هو نفسه كمان ده اول سفير. ما انا هقول لك بس انا جايبك من فوق لتحت. جده اول وكيل لوزارة النظر الحربية في محمد علي باشا. والده عبد الله باشا عزة رئيس مجلس الأحكام العسكرية وهو كان أول سفير لمصر في المملكة
المتحدة ووزير الخارجية المصري بعد كده ووكيل وزارة الخارجية لا كمان تولى وزارة الخارجية وكان واحد من أعضاء مجلس الوصاية على عرش الملك فاروق. بصوا بقى قيمة عزيز عزت باشا أول رئيس للنادي الأهلي وأول فريق كرة أسس في عهده 1911 عنده ميزتين وعين رئيسا فخريا نظرا لدوره في تأسيس النادي ومجهوداته قعد من 1929 حتى 41 وعاش 92 عام توفى في 1961. ده عزيز عزت باشا أول رئيس للنادي الأهلي أو أول رئيس مصري للنادي الأهلي. نشوف بعض الومضات من تاريخه في هذا التقرير. يزخر النادي الأهلي بعظماء خالدين ونماذج مشرفة ساهمت في صناعة تاريخ كبير لمصر سواء سياسياً أو اقتصادياً أو رياضياً. ولا يمكن أن ينسى التاريخ أحد الذين جمعوا بين الرياضة والسياسة، إنه عزيز عزت باشا أول رئيس مصري للنادي الأهلي وأول سفير لمصر لدى المملكة المتحدة ووزير الخارجية المصري وعضو مجلس الوصاية على عرش الملك فاروق. ولد عزيز عزت باشا في القاهرة يوم 24 من يونيو عام 1869. تلقى علومه منذ نشأته على يد أساتذة أخصائيين ودرس من اللغات العربية والتركية والفرنسية والإنجليزية، فكان مثال الذكاء والنشاط. ومن ثم التحق بكلية كامبريدج في إنجلترا فأتقن فيها اللغة الإنجليزية ونال من الأوسمة المجيدي الأول، وأنعم عليه الملك فؤاد الأول بالوشاح الأكبر من نيشان النيل. ونظراً لما هو معروف عنه من المقدرة العلمية ورجاحة الفكر وعلو الكعب في الشؤون السياسية، أسند إليه الملك فؤاد الأول تمثيل مصر لدى حكومة بريطانيا العظمى، وهو ما احتفت به الصحافة الإنجليزية وقتها. وصفه عبد العزيز البشري في كتابه الشهير في المرآة بأنه رجل وافر الذكاء، غزير العلم، جم الأدب، صادق النبل. وذكر البشري واقعة تاريخية تدل على نظافة يد عزيز باشا عزت، حيث أكد أن كارهي أخذوا عليه طول إجازاته وترك عمله للعلاج، بينما الباشا قدم للحكومة استقالته أكثر من مرة إلا أنها لم تقبل منه وتم التمسك به في منصبه، فما كان منه إلا أن رد راتبه خلال فترة الإجازة لخزانة الحكومة. ويعتبر عزيز عزت باشا من ضمن كبار المؤسسين للنادي الأهلي مع عمر لطفي بيك وأمين سامي باشا وحسين رشدي باشا وإدريس راغب بيك. وكان عزيز عزت باشا على رأس مجلس الأهلي وقت افتتاح فرع النادي بالجزيرة عام 1909، كما شهدت فترة رئاسته حدثا تاريخيا آخر عندما تم تأسيس أول فريق للكرة عام 1911. ولمجهوداته البارزة في انطلاق النادي الأهلي أصبح الرئيس الفخري للنادي منذ عام 1929 وحتى عام 1941. رحل عزيز عزت باشا عن عالمنا عام 1961 بجسده، لكن التاريخ أبقاه حيا بسيرته وروحه التي تهفو داخل جنبات القلعة الحمراء في كل وقت. بصراحة أستاذ إبراهيم تقرير رائع وممتع وفقرة تستحق التسجيل، وأنا عايز السادة المشاهدين جماهيرنا الكبيرة تهتم بالفقرات دي، تحتفظ بالشموع الحمراء. أنت إيه بقى الفقرة اللي جاية؟ طيب إذا كانت الشموع الحمراء أضاءت هذا التاريخ العظيم لهذا النادي الكبير، فماذا عن مجلتنا؟
مجلتنا صدرت مجلة الأهلي الأسبوع اللي فات العدد الجديد، فمن 40 سنة ماذا كان في مجلة الأهلي، خاصة أنه كان واحد من فرسانها وقتها المهندس عادل القيعي كان له حوار مهم جدا. مش هطول عليكم ونشوف هذا التقرير الذي يتجول في عدد مجلة الأهلي منذ 40 عاما بالضبط. ماذا يريدون من الأهلي؟ مجلتنا منذ 40 سنة، وتحديدا في عددها الذي حمل رقم 309 والصادر في 6 ربيع 1400 هجرية، 24 من يناير 1980 ميلادية، حملت العنوان الرئيسي على غلافها: ماذا يريدون من الأهلي؟ وفي باقي العناوين: الخطيب وشريف للهجوم في لقاء الأهلي وإسكو، وفي عنوان آخر: الأهلي يهزم الزمالك مرتين خلال 168 ساعة فقط، وفي عنوان: عصر المظاريف انتهى إلى الأبد. أشارت مجلة الأهلي أنها لم تكن تريد الرد على الحملات المصعورة ضد النادي بغرض النيل من فريقه، لكن ما باليد حيلة، خاصة وأن هناك حسابات تصفى والضحية هو الأهلي. وتابعت المجلة أن عصر المظاريف المغلقة انتهى وولى عهده، وعقارب الساعة لن تعود أبدا للوراء. وتحت عنوان ماذا يريدون من الأهلي، رصدت الصفحة 3 بالمجلة الحملة المسعورة ضد النادي والفريق الأول، بالإضافة إلى كاريكاتير ساخر عن فرقة الحاقدين. وفي الصفحة 6 وضع حسن حمدي مدير الكرة بالأهلي النقاط فوق الحروف، مؤكدا أن النادي لن يقبل أي هجوم شخصي على جهاز الكرة ومستر هيديكوتي. وتابع حسن حمدي أن الكرة في الأهلي بخير وسيحتفظ ببطولة الدوري بإذن الله. كما أكد مدير الكرة بالأهلي الترحيب بالنقد الرياضي الموضوعي والبناء في أي وقت، كما شهد العدد حديثا خاصا بين المهندس عدل القيعي والمايسترو صالح سليم. أكد خلاله صالح سليم أن الجمهور هو اللاعب رقم 12، وأن سوء عروض فريق الأهلي وقتها سببها اهتزاز الثقة بالنفس. وتطرق الراحل صالح سليم للحديث عن أعمار لاعبي النادي الأهلي والحديث عن اعتزال بعضهم ورأيه في النجوم الكبار وأهدافهم الضائعة. وفي الصفحة 7 ركزت المجلة على تواجد محمود الخطيب نجم الأهلي كسؤال في امتحانات كلية الإعلام، كما تناولت قصة الهدف 79 للخطيب والذي سجله في مرمى المنصورة ليتربع على قائمة هدافي الأهلي في تاريخ الدوري الممتاز. وفي الصفحة ذاتها دافع عبد العزيز عبد الشافي زيزو عن نفسه، مؤكدا أنه لن يعود إلا وهو جاهز تماما، مؤكدا أن لقاء الزمالك الثاني سيحسم الدوري. أستاذ إبراهيم، لا جديد تحت الشمس. ماذا يريدون من الأهلي؟ شوف، من 40 سنة كان فيه هجوم، فيه هجوم على مستر هيديكوتي، كان يهتز الأداء بعض الشيء. النهاردة التاريخ بيقول إيه على مستر هيديكوتي والجيل ده، جيل السبعينات، الجيل العظيم، الجيل العظيم والجيل العبقري والجيل الذي يجب أن يتبوأ كل المناصب، وإن هيديكوتي ده أحد عباقرة التدريب الذي غير الكرة المصرية وغير التكتيك ودخل، يعني بيبقى ما قبل هيديكوتي وما بعد هيديكوتي بتؤرخ للكرة المصرية. عشان النهاردة احنا التجربة الفارقة، يعني النهاردة احنا في نفس الظرف. الناس ما تحكمش على الظرف في لحظتها، انت في لحظتها بتبقى استنى التجربة تكتمل، التجربة تكتمل وتشوفوها وتشوفوا المشهد. وطبعا كابتن صالح طول عمره ينشد الكمال، فما كانش يقتنع ان في شيء عظيم، يعني انما هو كان دائما يتحفظ لكن دائما يسعد. الفقره دي من اهم الفقرات اللي لازم باستمرار تفكرنا احنا كان وضعنا شكله ايه. ده كان او كانت اطلاله على مجله الاهلي من 40 سنه، واعتقد استمتعنا زي ما استمتعتوا حضراتكم بالتاكيد
بفحوى هذا اللقاء المهم جدا. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الثامنة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.